إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. أجواء باردة، شوفوا الأجواء الجميلة بكورنيش المدينة تزامنا مع الأجواء الباردة بطبيعة الحال. كورنيش الشرفة الأطلسية، شوفوا الأجواء الباردة بطبيعة الحال أكيد متبعين الأوفياء. أجواء جميلة بطبيعة الحال بالكورنيش رغم برودة الطقس. إذا منين كتشاهدنا ومنين كتتابع هذا البث المباشر والحصري، كنتي من داخل أرض الوطن قلنا المدينة بطبيعة الحال، كنتي من خارج أرض الوطن قلنا البلاد اللي كتشاهدنا لنا مباشرة، وكيعامل بطبيعة الحال الأجواء بالمدن ديالكم. مالك تحياتي لك يسرى، الله يكبر بك اختي وتحياتي لك، مرحبا بك في هذه الجولة بكورنيش العرائش الشرفة الأطلسية باركو أتلانتيكو. أجواء باردة رغم برودة الطقس، فالساكنة خارجة وكتستمتع بهذا الجو الجميل. هذو المقاهي ديال الشرفة الأطلسية، الجو بارد بطبيعة الحال هنا في مدينة العرائش. الله يرحمنا أكيد، نتمنى من الله أن تكون تساقطات مطرية، لأن المنطقة والمغرب في حاجة ماسة للتساقطات خاصة في هذه الفترة. حسان تحياتي خي حسان، مرحبا بك من بركان. ملك من الدار البيضاء، مرحبا أختي ملك. وعليكم السلام خير فخيل الهلالي، تحياتي لك. هذه هي الأجواء بالكورنيش، كما قلنا نطلبوا الله أنه يغيثنا بطبيعة الحال وتكون تساقطات مطرية، لأن المنطقة في حاجة ماسة إلى التساقطات بطبيعة الحال. Thank you.
لي الاجواء. شوف على الاطلسيه بطبيعه الحال رغم بروده الطقس فالساكنه خارجه وكتستمتع بهذا الجو البارد. مخبيين في المنطقه بطبيعه الحال. خبر عاجل خبر عاجل صلحنا في الله. طيب هذه الحال كننتظر المتابعين الاوفياء. هذه الاجواء البارده وجميله. طيب هذه الحال المدينه والعريش ملي كتكون خاويه كتكون جميله ومزيونه طيب هذه الحال. دوم المقاهي اللي تابعه للشفرة الأطلسية. إذا أنا مباشرة لازلنا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة في هذه الجولة كورنيش المدينة. شوفوا الأجواء الجميلة والرائعة مدينة العريش. كذلك نديرو دردشة مع الحباب والصحاب حول الأجواء الجميلة رغم برودة الطقس فساكنة المدينة كيستمتعوا بهذا الجو الجميل. اسمي جاجا.